السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. ألف مبروك فوز منتخبنا الوطني 2-0 على الإمارات والتأهل إلى المرحلة القادمة من بطولة كأس الخليج. قبل شوي انتهت المباراة وقاعد أصور لكم بالتليفون، بس خلينا نحكي عن المباراة بشكل عام، نظرة عامة على المباراة. منتخبنا نزل بتشكيلة يعتمد عليها كاتانيتش، 5 بالدفاع 3-2، أو التشكيل مالتها 5-4-1، يعني دا يلعب بثلاثة وسط، قدامهم مهاجم وقدامه لاعب آخر، يعني خلينا نقول إنه دا ياخذ مكان صانع الألعاب أو ما شابه. بهذه الخطة لازم إنه نحيي بها كاتانيتش اللي نجح بها خلال هذا الأسبوع أو 3 أسابيع. كاتانيتش غير هواية من المنتخب، تذكرون أول ما لعب كاتانيتش الجو لعب بأمم آسيا، كان المنتخب عبارة عن لاعبين ما نعرفهم، بس حاليا وصلنا لهذه المرحلة. كاتانيتش يعني أقدر أقول لكم إنه حاليا عنده خطتين، يعني خطين ده يلعبون الشباب، من ينزلهم يقدمون أداء رائع ومميز، اللاعبين الأساسيين بيقدمون إبداع. يعني اليوم منو كان بيكم يتخيل أنه قدام الإمارات وما يلعب بميمي النجم الأول بالفريق، بحين أنه وقت من الأوقات المنتخب إذا كله شيكت عليه تشوف الأسامي منو تعرف من عندهم، ممكن تعرف ميمي، تعرف علي عدنان وكم لاعب آخرين. هسه التشكيلة اختلفت، كاتانيتش صار عنده هواية لاعبين بدلاء، ممكن أنه يحسن بيهم مباراة، ممكن أنه ينزل بيهم مباراة كاملة، هذا الشيء كله يحسب الكاتانيتش. اللاعبين ومدى تطورهم، علاء عباس مرة من المرات أنا شفت له مباراة بالمنتخب العراقي، جت كله قدام الجول ذبها فوق، يمكن كان بداية. حاليا علاء عباس أخذ الثقة قام يسجل، حتى اللاعبين الكبار علاء، يعني تتخيلون أنه علاء كنا كنا أنه انطوه وايد فرص بالمنتخب، لكن علاء عبد الزهرة اليوم كان وقته، اليوم جاب وقته وسجل لنا الهدف الثاني، خلى منتخبنا يلعب بأريحية ونوعا ما بالهدف من علاء عبد الزهرة حسمنا المباراة. الشوط الأول فكرة الخمسة مدافعين، عندك مدافعين كلش، المدافعين اللي بالنص أحمد إبراهيم سعد، مدافعين منطقة الكبار، دول اثنين هم منطين ثقل كبير بخط الدفاع. الأظهرة اللي وياهم سريعين ما عدا خلينا نقول انه علي عدنان مو بديت السرعة، لكن من ينزل بالملعب مات الخبرة، لمساته كلش مميزة. علاء مهاوي بيوم اللي يكون بيومه الجهة مات تنتعش، هاي الإيجابيات كلها من اللي ابتكرها كاتانيتش، انطى أدوار كلش حلوة للاعبين. الفكرة من خمسة وقدامهم ثلاثة وسط، انت لاعب الامارات في الشوط الثاني مثلا، من يجي ويهجم عليك تلاحظون انه اي لاعب اماراتي يلزم الطوبة قدامه ثلاثة، ما يعرف وين يودي الطوبة. هذه الامور كلها انطى الثقة للاعبين، مناولاتهم وباصاتهم، لاعبين بشوفوهم انه لاعب واحد قدام اثنين اماراتيين مثلا، اثنين من الخصم يراوغ، صارت اكو ثقة عند اللاعب، ده ينطي مجهودات كلش حلوة. من خلال هالشوط الاول انتهى ونهينا من خلال المباراة. الشوط الثاني من دخلنا دي، صحيح أن المنتخب الإماراتي لعبوا وسيطروا على الشوط الثاني، لكن بعد ما أخذوا الإذن من كاتانيتش، كاتانيتش حسم المباراة والشوط الثاني، بس أنه تقضية وقت على مود الحكم ينهي المباراة وينهي كل شيء. كاتانيتش كلش تميز بهاي المباراة، إذا كان المنتخب الإماراتي تفوق بالشوط الثاني، لكن تكتيكيا كاتانيتش بكل المباراة تفوق على المدرب الهولندي. كاتانيتش بشوط المدربين بدل تبديلاته، رجع للخطة مالته بمهاجم واحد فقط وسد كل الثغرات اللي موجودة عنده، استطاع أن يحافظ على مالته الجولين وراد يضيف جول ثالث لولا علاوي ما توفق بالجزاء مالته. بالنسبة لمحمد حميد، محمد حميد قدم مباراة حلوة، يمكن هجمتين كانت خطرة شاهن، بس محمد حميد يعني الاستلامات مالته من تجي عليه طوبة، المفروض انه مو كل كرة تجي يلعبها بوكس، لانه مرات كرات كانت اكو سهلة ممكن انه يلزمها يثبتها من دون ان يلعبها بالبوكس او حركة اخرى، يعني اكو كرات سهلة كانت لمحمد حميد يمكن كانت تسبب خطورة على المنتخب العراقي. مع هذا لازم نقول انه محمد حميد اخذ ثقة همين مثل بقية اللاعبين وكان مميز بالملعب. اكو لاعبين عندنا قبل 3 أشهر او 4 من نشوفهم بالملعب نتشائم، لكن خلال هذه 3 أشهر، خلال خلينا نقول انه المباراة الثلاث مباريات اللي هي 2 تصفيات المؤهلة لكأس العالم قدام ايران والبحرين والمباراة الاولى قدام قطر، اثبتوا انه
تطور مستواهم، حاليا يعتبرون ركيزه اساسيه بالمنتخب الوطني. من ضمنهم اول لاعب لازم نحكي ونقول امجد عطوان، يقدم مستويات رائعه ومميزه. احمد ابراهيم خط الدفاع، احمد ابراهيم ما راح نقول انه ما له تقريبا، بالعكس، بس انا بدي احكيكم عن اكو لاعبين اساسيين بالمنتخب ما لهم بديل. احمد ابراهيم، امجد عطوان، علاء مهاوي اثبت انه من ينزل بجهته تكون نشطه كلش. علي عدنان نوعا ما كان ميمي ركيزه اساسيه بالمنتخب، لكن اكو فد اضافه اجت حلوه من ناحيه ميمي. ميمي حاليا اكو مهاجمين ينافسوه، وهذا بحد ذاته يخلق لك جو للمنافسة ويجبر أي مهاجم يقدم مستويات حلوة على مود يثبت ويكون بالتشكيلة الأساسية. يعني اليوم ميمي ما موجود، موجود علاء عباس، موجود علاء عبد الزهرة، المهاجمين الاثنين اللي سحبهم كذا نجد يقدمون إيجابيات كلش حلوة بالمباراة أكو، لكن سيئة الوحيدة إصابة سعد ناطف. أتمنى أنه ما يكون عنده كسر بالخشم على مود يلعب بالمواجهة، خلينا مواجهة اليمن كلش سهلة ما محتاجي، بالمواجهة القادمة وهي أفضل ثاني، لأنه منتخبنا خلينا نقول أنه ضمن أنه يتأهل بالمركز الأول بعد أن فاز على الإمارات وبعد أن فاز على قطر بالمواجهات المباشرة، خلاص تأهلنا إلى المرحلة المقبلة. الشيء الإيجابي الآخر أنه منتخبنا دائما شوفوا من لعبنا ويا إيران صارت معنوياتهم، ثلاث أيام لعبنا ويا البحرين الأداء ما كان بالمستوى العالي، لكن اليوم نشوف انه فزنا على قطر، من رجعنا بمواجهة الامارات شفنا الاداء عالي، وهذا الفضل كله يعود لوجود البدلاء طبعا. قدروا انه يثبتون وجودهم، مو بس دول اللاعبين، يعني شلنا نتشائم من الحراس. اليوم اللي شاف محمد حميد حارس قال لك وين جلال، المفروض انه جلال يلعب يقدم اداء حلو، ليش ما نزل جلال؟ بس كتنش هم يعني استراتيجيته حلوه بهاي البطوله انه ينطي المجال والفرصه لكل اللاعبين اللي موجودين واللي سحبهم. خير دليل محمد قاسم بدع بالمباراه الاولى، المفروض انه منطقيا يلعب بيه بالمباراه الثانيه، المفروض منطقيا ينطيه فرصه بالمباراه الثانيه على مود يكون نجم صاعد بالبطوله، لكن انطى فرصه لغيره ومجال غيره. هنا كتنش يلعب بالتشكيله ويريد انه كل المنتخب يشارك بهاي البطوله ويمنحهم فرصه على مود بالاستحقاقات القادمة يستفاد من كل اللاعبين اللي عنده. بعد هذا الأداء نقدر نقول احنا استفادينا من بطولة كأس الخليج، لعبنا مباريات كبيرة مع خصوم قوياء، من خلال بطولة كأس الخليج صعدت عندنا المعنويات، وانت تلعب بقطر الدولة المستضيفة لكأس العالم، هذه أيضا دفعة معنوية لمنتخبنا على مود يؤدون أداء جيد بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم. النقطة اللي أريد أقولها، اليوم بعد أن انتهت مباراة الإمارات، العراق مرشح فوق التوقعات، مرشح الأول لتحقيق البطولة، لكن لازم نلعب على نفس الطريقة وما نقول أنه خلاص إحنا فزنا على كل المنتخبات الصعبة البطولة إلنا، لا، لأنه الكويت عندنا منتخب ممكن يكون صعب، ملعبنا ويا صارنا هواية ملاعبين ويا الكويت، وتعرفون العراق والكويت دربي الخليج، دربي كلش ممتع راح يكون، ممكن انه يكون العراق والكويت بالنهاية او اي خصم اخر غير الكويت. عندنا المشكلة الاخرى، ممكن عندنا اختبار رابع خلال فترة قصيرة، ممكن ويا البحرين اذا صعد الثاني، وهذا الاختبار ان شاء الله يفوز بيه كتنش، اي واحد ثاني اهلا بي، منتخبنا يقدر يسوي كل شيء ويقدر يتأهل للنهائي ويحصل البطولة ان شاء الله. اشوفكم فيديو اخر ان شاء الله، وارد اقولكم قللوا الاحتفالات، الرحمة والخلود لشهداء العراق، ربي ادخلهم فسيح جناته، وإن شاء الله البطولة العراقية. مع السلامة.